السيد النبي صلى الله عليه وسلم يوش كدر سيور الغاز إني يسهنو لينو ولينو يقصحا في اللاتي وريسو ليه ما ميقان الحلال وريه ما ميقان الحرام وصح ميقان تصليت إن قادر يغيد بحال بحال صافي وشو داري مي موالو زودو كان يحشيح ما يحلال زودو يحشيح ما يحرم زودو يحزال زودو يحور الزال زودو يحسكدو زودو يحور نكي صافي هن موت ولينو يموت إني سيدي النبي صلى الله عليه وسلم يحترط ربي تبارك وتعالى إبليس سور الروح حولنك أقسي لي الحياة أقسي لي المذاق أقسي لي تميمة الدين امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين يسنت غوسي وين حتى نسكت هن القلب الكل سالي يموت اللي كيرزق ربي تبارك وتعالى تيفوت حق القلب انك حول انك اني حرم ورست قبلت اني حلال قست سنفوت اني سمت التيغان اسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اني سي نحتو في تكرو قيقين تكرمت تحنو تقيس يعني هن ربي تبارك وتعالى ردي سكيز الحياة حول انك امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين كذلك الزغل المسائل اللي تو على قسي كيكين الحديث اللي كله تحفظه اللي ديو سيدي النبي صلى الله عليه وسلم قال ستيني انا وكافل اليتيم له ولغيره كهاتين في الجنه واشار الى اصبعيه السبابه والوسطى يوصي قال سيدي النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه دي متكنس يحب بيس الخير أرضي تنصح إني سنهان نكي دولي يكفل نكري قيقيل يعني فلسة السيار كتوبانس الحويجنس الدوانس الماكلانس يعني أشكو يقيقين التامن وكما نقول تتقام اللي حيلون أركي حيل كمسين البولوغ الوقت اللي إلي كمسين البولوغ أنو سيقي قيقيل أكو دان صافي الوصف اللي يتم أريد تبدو من الولادة البلوغ لو قلت لك من الإنسان سين البلوغ يصدروا قيونس يصدروا يخدم يصدروا يتعلم يصدروا يؤدي وطرفوا غرومنس هنا كده نصفر سولي قيقي قيقي وسولي قيقي قيقي الناس السيدين النبي صلى الله عليه وسلم هنكي دولي تكفن سي قيقي لا هو ما يقال له يعني قال الزغل فاميلانس يويسن قماس يويسن عميس يويسن خاليس يقال الزغازور نصن أنا وكافل اليتيم له أو لغيره كان يقول لك يقولوا وريس شربت وريقا لي وزن عميك لي وزن خاليك وريلا أمه يمي يبقوك في اللاك وانيك في اللاك كان يقول أرى سيكاك على الحاجة تدوم في اللاس من اللي حيلول اللي حكم سين اللي بوله وخات غير الفرنك حيث كذكة الشهر في سبيل اختات قادينس 100 درهم 500 درهم مهم غالي موت الزارت تريد كي هي أطبقت الحديث نسيدين اللي بصوص لما أنا وكافل اليتيم له أو لغيره كهاتين يصير ربي إلا كرا قريدو دانا إلا كرا وضع دوني قرقوي السبابة هالوسطى أختي تزدينت يعني هنور الله مرين مريك قرك سيدي النبي صلى الله عليه وسلم أحلي خط تامن سحنتي توريك وري ليك رو مخلوق قرك ديس كفل اليتيم تقيل إلا العمل اللي بريحه بربي تبارك وتعالى اش كي حوت لك فاليات اليتيم حيت لك فليد عمي سيد خاليس ايت ما زرت نصاد جار نسمع ما ما رينا مسكين ما ما راه تعتق وتعتق حتى يا كذلك الزغل المسائل اللي ديو ربي تبارك وتعالى في اليتيم يحديو يا ربي في الدباباس الفلوس دار استجاره دار سيكاليون اريتني ربي تبارك وتعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن المال يقيقين هالنشقة أيتنا ربي تبارك وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى زيد إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يحدي في الحزين اللي بس كان تجارة ولك المال ولك لك الحاجة اللي يشكم كان مدخول يخسوا الاستقابة لك ستة ربي تبارك وتعالى أي حاول يعني أي ذل يتامى النور قرر مسح لبنس هن وليش تن أيضا يجيجين في وليش تن بالسلامة يرجين هذا شو شو تيجين سوح لي جنس إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا